بدك تجاوب صح على هذا السؤال، واذا جاوبت صح حط لايك، واذا جاوبت خطأ تابعني. والسؤال يقول: ما هو الحيوان الذي يتحمل العطش اكثر من الجمل؟ والخيارات كالتالي: الزرافة، حيوان الكسلان، العقرب. مع 5 ثواني. اللي جاوب حيوان الكسلان إجابتك خطأ، لكن اللي جاوب العقرب برضو إجابتك خطأ، والإجابة الصحيحة الزرافة، فهي تتحمل العطش أكثر من الجمل. ما تنسى تتابعني وتحط لايك.